إذا للحديث عن تظاهرات المحاضرين المجانيين التي انطلقت اليوم في عدد من المحافظات في العراق وأسبابها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم، المحاضرون المجانيون يتظاهرون في عدد من المدن العراقية يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم، لكن السؤال المطروح، يعني لماذا لم تستجب وزارة التربية لطلباتهم منذ عدة سنوات خلت؟ نعم، في الحقيقة الوضع مأساوي للمحاضرون أو المحاضرين المجانيين وغيرهم من الخريجين العراقيين الذين اليوم يفترشون الأرض ويشاركون بمظاهرات واعتصامات مستمرة منذ شهور طويلة في العاصمة العراقية بغداد وكذلك في بقية المدن العراقية. نعم، وزارة التربية حالها من حق الحكومة حيث تقف عاجزة عن استيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين العراقيين الذين نالوا شهاداتهم الأولية وكذلك نالوا شهادات عليا على أمل الحصول على وظيفة ما لكي تكون مصدرا لدخلهم ولبناء أسرة والعيش بحياة كريمة، حالهم كحال بقية أي شاب في أي دولة أخرى. للأسف وزارة التربية اليوم عاجزة عن تعيين كل هؤلاء الخريجين والمحاضرين لأنها لا تمتلك الكفاءة المادية والقدرة على تعيين هؤلاء الخريجين. إذا أستاذ أحمد، في هذا السياق أين تذهب مخصصات وزارة التربية التي تعترف دائما من خلال لجان حكومية بأن الواقع التعليمي في البلاد متردٍ وهم بحاجة للكوادر التربوية والتدريسية؟ أين تذهب هذه المليارات الانفجارية؟ هذه المليارات الانفجارية تبخرت كما تبخرت الموازنات التي سبقتها الحكومات الماضية. نعم، حيث وقعت هذه الموازنات بين فكي الكتل والشخصيات السياسية الفاسدة التي تبخرت هذه الأموال عن طريق عقود وهمية وتحولت إلى أرصدة السياسيين الفاسدين في بنوك دول الجوار وكذلك في بنوك أوروبا. نعم، لذلك هذه الموازنات الانفجارية ذهبت إلى شقين، شق الفساد والشق الآخر تم صرفها وتوجيهها نحو الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وكذلك حشد شعبي، بينما أهملت قطاعات الحكومة الأخرى. لذلك نشاهد اليوم أن وزارة التربية عاجزة حتى عن بناء مدارس تليق بالطالب العراقي. يا سيدي، اليوم هنالك مدارس كرفانية ونحن في 2021. نعم نعم، تصور أن الطالب العراقي الذي يذهب لأول مرة في حياته إلى المدرسة يداوم في مدرسة كرفانية أو مدرسة طينية لا تتوفر فيها أبسط شروط العيش الإنساني الكريم. لذلك وزارة التربية لا تمتلك هذه القدرة على تعيين هؤلاء الخريجين. أستاذ أحمد، المحاضرون المجانيون لم يحدد لهم مخصصات رغم الذي تحدثت عنه وتفضلت به قبل قليل، رغم هذه النفقات المليارية على الميليشيات والبذخ الذي تعيشه بعض الوزارات. هل في هذا السياق هل أصبحت الطبقة المتعلمة في العراق مهمشة نوعا ما؟ بالتأكيد، لو لم تكن الطبقة المتعلمة في العراق مهمشة لما شاهدنا أن خيرة الكفاءة العراقية تتجه نحو الهجرة من البلد والبحث عن بلاد أخرى وإقامات أخرى وقناة أخرى من أجل توظيف إمكانياتهم. ونحن نسمع كل يوم أن الطاقات العراقية العلمية كيف تبدع وكيف تساهم في تنمية المجتمعات التي تعيش فيها اليوم في دول أوروبا وكذلك في دول الخليج العربي وبقية الدول العربية. للأسف يعني اليوم الكفاءات العراقية من حملة الشهادات العليا مهمشون، التركيز فقط على
الصفيات الأجهزة الأمنية، لأننا للأسف نعيش اليوم في مجتمع معسكر بمعنى الكلمة. الحكومة خائفة من الميليشيات، والميليشيات خائفة من الحكومة، وهكذا. لذلك للأسف يعني اليوم يعني أسوأ طبقة في العراق هي طبقة المتعلمين. طيب أستاذ أحمد، لا يوجد يعني كما تعرفون استغلت الأحزاب قطاعات بعينها، وذلك خلال المواسم الانتخابية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكن لم نسمع أو لم تتضمن برامج الكتل السياسية دعم فئة الخريجين والمحاضرين المجانيين، ما سبب في ذلك برأيكم أستاذ أحمد؟ نعم كما تفضلت أخي الكريم. نعم. يعني ورقة التعيينات، لا أسميها ورقة التعيينات الوهمية بصفة عقود، تم استخدامها قبل فترة الانتخابات. ولو تابعت حضرتك يعني أوامر التعيين على وزارة الكهرباء على سبيل المثال، نعم، عقد، نرى أن بعض الكتل السياسية حظيت بآلاف الأسماء وبآلاف الدرجات الوظيفية. نعم. وتم منحها لرئيس البرلمان على سبيل المثال لاستخدامها لغايات انتخابية من أجل جمع أكبر عدد من المؤيدين لاستخدامهم في يوم الانتخابات كقاعدة شعبية. لذلك اليوم نشاهد على سبيل المثال وزارة الكهرباء مليئة بتعيينات وهمية. نعم. في الوقت الذي يشهد قطاع الكهرباء أسوأ حالاته في العراق. نعم أستاذ أحمد. المواطن العراقي كما تعلم بدون كهرباء، وفي ذات الوقت دوائر الكهرباء مليئة بموظفين غير مجدين في الحقيقة. يعني عندما تزور إحدى دوائر الكهرباء، نعم، تشاهد أن الدائرة الواحدة فيها موظفين اثنين أو ثلاثة هم الذين يديرون الدائرة بالفعل، بينما بقية الموظفين يجلسون لشرب الشاي ولعبة، نعم أستاذ أحمد، البوبجي وغيرها من الألعاب التسلية. من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.